يوم تختلف الوجوه والملامح وبتتفاوت معايير الجمال من امرأة لأخرى ومن منطقة لغيرها، لكن علامات جمال المرأة الأساسية من الأمور يلي ما بيختلف عليها حدا، وبتضل البشرة الصافية الخالية من التجاعيد والحبوب هي يمكن حلم كل صبية. يا رشا، وصارت الشباب كمان أكيد. اليوم عم تواكب هاي الموجة التجميلية يا هايدي اليوم، صحيح. لحتى وخاصة اليوم بتغير الفصول، اليوم الحالات النفسية كلها عم تأثر على موضوع البشرة اليوم. لحتى شو هي أهم طرق العناية بالبشرة، بشرة صافية خالية من التجاعيد، ايمت اليوم الإجراءات التجميلية بتكون ضرورة وحاجة للشخص؟ هدول المعلومات وغيرهم رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم، وهي الدكتورة غزل العتيق اختصاصية التجميل الغير جراحي. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور وأهلا فيكم بكل مشاهدين. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع البشرة اليوم، في عنا أنواع عديدة للبشرة، نحكي بشكل عام أول شيء كيف ممكن نحن اليوم نحافظ على صحة البشرة، إن كان يمكن من خلال تقنيات للحفاظ عليها، إن كان جراحية أو حتى غير جراحية. تمام. هلأ المكون الأساسي لمرونة الجلد وإعطاء النضارة للبشرة هو مكون الكولاجين، فنحن بدنا نشتغل على كل الآليات اللي بتحفز الكولاجين. من أهم التقنيات اللي بتحفز الكولاجين هي تقنية المورفيوس، هي عبارة عن إبر دقيقة مع راديو فريكوينسي بتعمل عنا تحفيز كولاجين. أيضا عنا تقنية الديرمابن اللي هي من خلال ثقوب صغيرة في الوجه بيطلع عنا الدم، هذا الدم بيعمل رد فعل التهابي وبالتالي بيتم عنا تحفيز الكولاجين. أيضا عنا تقنية الهايفو اللي هي ترددات فوق صوتية عالية الكثافة بتتغلغل لطبقات الجلد وبتحفز الكولاجين. طيب دكتورة، هدول الإجراءات اللي عم تذكرتيهم حضرتك، ايمت اليوم الشخص بيكون بحاجة لإلهم؟ هل اليوم في عمر محدد؟ نحن بنشوف صبايا كثير عندهم تجاعيد البشرة، عندهم تعبانة، بس عم تنصحيها انه اليوم شوفي أخصائية بتقول لك لا لسه بكير، لسه قدامي عمر، يعني هل هي الشيء صح؟ اوكي. هلا من المهم انه نحن نهتم بالجمال لكن ضمن نطاق المنطق، وما يتحول هذا الموضوع لهوس عند الانثى بحيث انه هي تعمل اجراءات تجميليه متكرره غير ضروريه. الحالات الضروريه اللي نحن بنعمل فيها تجميل هي حالات التشوه الخلقي، حالات العيوب الناتجة ما بعد الحوادث، نحن هون بنحاول نتدخل لحتى نصلح أو نخفف الضرر الناتج قدر الإمكان. أيضا التجميل ضرورة كحالة بنسميها حالة وقائية مسبقة، يعني أنه أنا أتدخل بالوقت المناسب بحيث أنه أنا ما وصل لمرحلة صير أنا بحاجة إجراء أكبر أو إجراء أشد خطورة، مثل مثلا الفيلر، البوتوكس، إبر النضارة، يفضل نحن نعمله بمنتصف الثلاثينيات لحتى نكون ضمن نطاق أنه يضل وجهنا صحي وما نضطر بعد فترة معينة قصيرة أنه نحن نعمل شد وجه جراحي مثلا. بالنسبة للعمر بموضوع التجميل هو صراحة ما بيرتبط بعمر معين، لأنه نحن ممكن من الأشهر الأولى للإنسان نعمل إجراء تجميلي مثل الأطفال اللي بيكونوا مصابين بالشفة الأرنبية، وأحياناً في عمر بيحكمنا مثلاً مثل عملية الأنف ممنوع تنعمل قبل عمر 18 سنة، نحن بننطر لحتى يكمل النمو العظمي وبنعمل هذا الإجراء، فهو على حسب الحالة والاستطباب نحن بنختار على هذا الأساس. طيب خلينا نحكي عن البوتوكس كإجراء تجميلي جراحي اليوم، عن السلبيات وعن الإيجابيات، ويمكن بأي عمر نحن بنقدر نعمله، أو شو هي الحالات يلي بتستدعي فعلا اليوم أنه نحن نلجأ للبوتوكس؟ أوكي. بداية البوتوكس هو الاسم التجاري لمادة البوتولونيوم توكسين، التوكسين بمعنى السم، والبوتولونيوم هي البكتيريا اللي نحن بنستخلص منها مادة البوتوكس، أو ما يعرف باللغة العربية الذيفان الوشيقي اللي بيأثر على العضلات وبيمنع تقلصها. البوتوكس هو مناسب كعلاج نحن بنبدأ فيه من عمر
16 سنة فما فوق كعلاجي، أما كتجميلي نحن منفضل ما بعد عمر الثلاث، يعني ما بعد عمر الثلاثين، كونه بهذا العمر الكولاجين بيقل وبيقل إفرازه بالجسم، وبالتالي بتظهر علينا علامات الشيخوخة والخطوط والتجاعيد. ولكن اليوم هو البوتوكس هو معنو يعني محفز للكولاجين، نحن عم نجمل، فتنا بموضوع التجميل، ولكن اليوم في أشخاص اليوم يعني طبيا غير ما في اليوم الدكتور يشتغل بوتوكس لإلهم، هل في حالات اليوم؟ هلا بدي احكي عن آلية البوتوكس، كونه ذكرتي موضوع تحفيز الكولاجين. آلية البوتوكس، نحن العضلة لحتى تقوم بوظيفتها في انزيم اسمه الاسيتيل كولين بينبه العضلة وبالتالي بتتقلص. دور البوتوكس انه هو يمنع تحرر الاسيتيل كولين للمشابك العصبية الكولينرجية، وبالتالي ما بتتنبه العصبة وما بتتقلص، فلا هو غير آلية عن موضوع تحفيز الكولاجين. اوكي، الأشخاص المؤهلين لهذا الإجراء هن الأشخاص المعافين صحياً، اللي ما عندهم أي أمراض مزمنة، اللي ما عندهم رد فعل تحسسي تجاه مكونات البوتوكس. طيب اليوم بعد حقن البوتوكس للمريضة، اليوم أكيد في تحذيرات، اليوم في ممنوعات، خبرينا أكثر عنهم يلي لازم تتقيد فيهم أكيد المريضة لحتى تأخذ نتيجة يمكن أسرع. أوكي، هلأ من المهم جداً التقيد بتعليمات البوتوكس تحديداً، لأنه نحن أي حركة غلط ممكن تؤدي أنه البوتوكس يتموضع بأماكن غير صحيحة وبيؤدي إلى كتير مشاكل. أولاً أنه عدم ضغط وفرك المنطقة المحقونة لمدة 24 ساعة، لازم أيضاً نحن نكون بوضع استقامة، يعني ما ننحني للأمام أول 6 ساعات، هذا الشيء كتير مهم، بالإضافة أنه يتم النوم على الظهر. ايضا بهمنا انه نحن نبعد عن جميع مصادر الحراره مثل الشمس، حمامات الساونا والبخار. بهمني كمان انه الصبيه ما تحط مستحضرات تجميل او علاج على البشره اول 24 ساعه. ايضا الادويه اللي بتتعارض او بتتداخل مع تاثير البوتوكس حصرا تحت استشارة طبية. وطبعا بيوم حقن البوتوكس ناخذ بريك، لانه ممنوع الجهد البدني مثل الرياضة مثلا. طيب دكتورة، بعد على الحقن خلينا نقول، هل اذا كان في بعض الاخطاء بغض النظر عن السبب، يعني كان من الطبيب او كان من عدم التزام المريض بالتوصيات الطبية، هل اليوم قابل للاصلاح؟ البوتوكس عموما هو اجراء مؤقت، هو بيبقى من 4 إلى 6 أشهر. أي خطأ حيكون صاير بيزول مع زوال البوتوكس، لكن في إجراءات معينة بسيطة نحن ممكن نعطيها للمريض لحتى تسرع من زوال البوتوكس، مثل الشاي الأخضر، الأنتي أوكسيدانت، البي كومبلكس، ممكن الكمادات الحارة نحن نحطها على المنطقة مع تدليك خفيف. بحالات تدلي الجفن نحن بنعمل زرق موضعي للكورتيزون. شو يعني؟ حقن موضعي للكورتيزون بالمناطق اللي صار فيها ضرر، مثلا مثل تدلي الجفن او وهن عضلي، المنطقه اللي تضررت نحن بنعمل فيها حقن كورتيزون موضعي. تمام. دكتوره غزال، رشا ببدايه الفقره ذكرت فكره انه الشباب اليوم عم تلجا فعلا كمان للبوتوكس، شو هي الحاجه او شو هي الاسباب اللي بتخلي اليوم الشاب فعلا يلجا لاجراء التجميل ان كان بوتوكس او غيره؟ اوكي، الاستطبابات التجميليه للرجل هي ما بتختلف عن الاستطبابات التجميليه للانثى، لانه نضاره وجمال البشره ما نحكر على النساء فقط، بالعكس هي مطلب للرجل وحقيقه اهم من الانثى، بما انه نمط حياه الرجل فيه جهد اكثر، بيتعرض لعوامل بتاثر سلبيا على بشرته، فهو مطالب بانه يهتم بشكل مضاعف، خاصة نحن بنعرف انه التعرض العالي للشمس بكسر جزيئات الكولاجين بالبشرة، وهذا الشيء بيؤدي لشيخوخة مبكرة، حتى مثلا بتشوف الرجال اكثر من النساء بيكون على عمر بكير بدأت تحفر الخطوط اللي عند المبسم او العبسة او الجبهة. طيب دكتورة، اليوم عم نحكي إيجابيات نحن التجميل الغير جراحي، وحكينا على البوتوكس وإيجابياته، ولكن إذا رحنا لموضوع السلبيات، شو أهم سلبيات البوتوكس؟ وفي ناس بتتحسس منه، يعني بتعمله بتنهار بتلاقي إنه وجهها صار في نفخة كتير قوية أو أحمرار قوي. أحمرار.
اوكي. هلا بالنسبه لموضوع الحساسيه، نحن بنعمل اختبار حساسيه ما قبل الحقن، بتم على ساعد المريض بكميه بسيطه جدا لنراقب كيف جسمه رح يتجاوب مع هذا الموضوع. اذا صار في حساسيه فنحن هون بنغير نوعيه البوتوكس، بنتجه للبوتوكس الهيومن المصدر بشري، وبنختار البوتوكس النقي يعني فيه بس الماده الفعاله ما عليه اي اضافات لحتى نحن ما نفوت بموضوع الحساسيه. أما بالنسبة للآثار السلبية للبوتوكس، نحن ممكن نشعر بعد الحقن بإحمرار وتورم المنطقة، هذا الموضوع بيزول خلال نصف إلى ساعة. أيضا ممكن نحن نشعر بالصداع، الإعياء، أعراض شبيهة بالإنفلونزا أول 24 ساعة، ممكن نشعر باضطرابات معوية، ممكن يصير معنا ازدواجية رؤية أو صعوبة بلع جفاف حلق، خاصة للأشخاص اللي بتحقن منطقة العنق. ممكن نحن نحس بوهن عضلي أو خدر بالمنطقة المحقونة. بس كل هاي الآثار السلبية هي مؤقتة، بتتراوح ما بين أيام لأسابيع وبعدها بتزول. طيب إذا بدنا نحكي عن التقنيات الغير الجراحية لتجديد البشرة غير البوتوكس والفيلر، إحنا بنحكي عن شيء اليوم غير جراحي. شو ممكن كتير من الصبايا أو السيدات ممكن تلجأ للكريمات معينة أو مستحضرات طبية تجميلية؟ خبرينا أكثر عن هاي الموضوع. أوكي، نحن بنرجع للفكرة الأساسية البيزك اللي هو الكولاجين، هذا الشق الأكبر من التقنيات اللي هي مفيدة أكثر شيء للبشرة. ذكرنا المورفيوس، الديرمابين، الهايفو. أيضا من أهم الإبر اللي نستخدمها لتجديد نضارة البشرة هي إبر النضارة أو الإبر الحاوية على هيالورونيك أسيد. طبعا بتكون حاوية على جزيئات وزن جزيئي خفيف، جزيئات وزن جزيئي ثقيل، بتتغلغل ضمن البشرة، بتعمل عملية نضارة وشد مثل إبرة البروفايلو مثلا، هي ذات الآلية تماما. أيضا الإبر اللي حاوية على البولي لاكتيك مثل إبر السكالبترا، أو الإبر اللي بتكون حاوية على أمينو أسيد معمم. في عنا إبر الميزوثيرابي اللي هي فيتامينات، طبعا عنا ميزوثيرابي أكني، ميزوثيرابي جلوتاثيون للتصبغات، ميزوثيرابي فيتامين سي، نحن بنختار على حسب الحالة. في عنا الإجراء كتير أنا بحبه هو الحقن البلازما، نحن بيتم سحب دم من المريض، بيتسفل هذا الدم، بنسحب الصفيحات والفايبرين وبنحقنها بالوجه، ترجع يعني بتعيد بناء هيكلة الخلايا وانقسامها. البلازما كل قد ايه دكتورة لازم نعملها؟ هي ما لها وقت معين، يعني نحن فينا اسبوعيا نحقنها لانه هي ما لها اي ضرر، هي عبارة عن شيء طبيعي مأخوذ من الجسم، وكثير مفيد للصبايا اللي بيكون عندهم نقص حديد او فقر دم لانه بيكون وجههم شاحب فبيعطي رونق للوجه. أكيد سوري، بالإضافة للكريمات والمكملات الغذائية هي دورها بسيط جدا وقائي أكثر من أنه محسن، بس أكيد كمان مهمة. طيب دكتورة، اليوم الأسواق مليئة بأنواع البوتوكس إن كان أو أنواع الفيلر، والأسعار يعني مختلفة. اليوم عم نشوف ارتفاع بأسعار هاي المواد، ولكن اليوم شخص كيف قادر يختار المادة الصح والسعر يعني المناسب لإله؟ قد اليوم المهم الثقة واختيار الطبيب المناسب؟ صحيح، بداية بده يكون في ثقة بين الطبيب والمريض لحتى يعطي ثقته الكاملة لطبيبه باختيار المادة المناسبة. يعني أحياناً أغلى نوع بوتوكس صراحة بيكون غير مناسب للحالة اللي عندي، لأنه أنا عندي كتير حالات ممكن أحقن فيها البوتوكس، أنا ممكن أحقن بوتوكس الصداع النصفي، صداع الشقيقة، أو ممكن أنا أحقن بوتوكس الآلام العضلية منطقة العنق، أو ممكن أنا أحقن بوتوكس التعرق الأندر آرم واليدين والرجلين. كل حالة إلى نوع بوتوكس معين، يعني في البوتوكس اللي بيأثر بشكل سريع وبيكون خفيف هذا نحن بنحبذ نحقنه بالوجه، أما البوتوكس اللي بيكون مدى أطول تركيز أعلى بنحب نحقنه بالمناطق العضلية الكبيرة. فهو الموضوع صراحة ما هو مرتبط بسعر المادة، وإنما يعني الشيء المناسب للحالة ضرورة. المناسبة. اليوم يمكن في كثير من الصيدلانيات بتلاقيهم بيفتحوا مشاريع صغيره، اليوم فيها كثير مستحضرات للعنايه بالبشره، سيرومات، كريمات معينه، مرطبات. طيب هي المشاريع اليوم هي عم تكون امنه برايك؟ اليوم نحن قادرين فعلا انه ناخذ نتيجه مفيده للبشره؟ هلا في عنا الكريمات اللي هي بتكون حاويه على
مواد اللي هي نحن نسميها او تي سي، هي ما فيها مواد فعاله، ما فيها شيء قوي بيأثر على البشره، هي كلياتها امنه، وانما ممكن تسبب تهيج بسيط، حساسيه بسيطه، ولكن كليات يعني كليات ضمن انه نحن فينا نتدارك اثرها. هي الكريمات اوكي ما عندنا مشكله مثلا تكون متداوله بين الصبايا، بس تمام. يفضل انه نحن ناخذ استشاره طبيه. اما المواد او الكريمات او البرودكتس اللي بيكون فيها ماده فعاله مثل الريتينيول، الساليسيليك اسيد، لا انا ما بنصح انه تكون بشكل عشوائي، لازم صراحه تكون مدروسه ومثل ما حكينا تماما مثل ما حكينا كل شيء له شيء. طيب دكتوره ذكرنا الجوانب التجميليه للبوتوكس، ولكن نحن من خلال حديثك ايضا في جوانب مرضيه، يعني حالات مرضيه اليوم تستدعي حقن البوتوكس، وذكرنا الوجع النصفي حتى في حالات بالعنق مرضيه، ممكن نوضح هاي الفكره اكثر؟ اوكي رح اذكر الحالات اللي نحن ممكن نستخدم البوتوكس فيه كعلاج وليس كتجميل. الصداع النصفي، الشقيقة، أكبر محرض لموضوع الشقيقة هو آلام الرقبة، آلام العنق، فنحن لما بنستهدف عضلات العنق مع العضلة الصدغية اللي هي بتعمل توتر بالرأس وبتأدي لهي الآلام، نحن هون تخلصنا من موضوع من حالات كثيرة من آلام الشقيقة. أيضا القعدة الطويلة أو على المكتب بطريقة مغلوطة لساعات طويلة بتعمل عنا شد بالعضلات اللي هون موجودة بالعنق، نحن لما بنحقنها بيرتاح الشخص كتير وبيطلع من حالة اللي هو بنسميه بالعامية الوتاب. أيضا نحن ممكن نحقنه لحالة الضزز اللي هي الكز على الأسنان، في أشخاص بكزوا على أسنانهم خاصة فترة أثناء النوم. تماما البوتوكس جدا فعال بهي الحالة. وين بينعطى البوتوكس بهي الحالة؟ بينعطى بالعضلة الماضغة، هون في عنا العضلة الماضغة بتركيز معين بتنحقن بهيدي الجهة، وبهيدي الجهة نحن بنكون أخذنا نتيجة. ما له تأثير سلبي؟ لا لا، دائما يعني كونه المادة المناسبة مع التركيز المناسب فما عندنا أي آثار سلبية، وإنما ممكن يصير في صعوبة بالعض أو وهن بالعضلة، تحسي بضعف مؤقت خلال أسبوع أسبوعين وبعدها بيزول. تمام. كل آثار مؤقتة يعني. طيب بالختام خلينا نعطي نصائح لك للمشاهدين اللي حابين أكيد يحصلوا على أفضل النتائج للعناية بالبشرة. اوكي رح ارجع اكد على موضوع انه الجمال حاله ضروريه مهمه، بس ما تتحول عنا لهوس، ما يصير عنا انه كل شيء بدنا نعمل فيلر، كل شيء بدنا نعمل بوتوكس، بدنا نعمل تغيير جذري بالشكل. دائما الجمال البسيط او اللمسات البسيطه هي الاهم بهذا الموضوع، وبده يكون القرار مدروس ما بين الطبيب وما بين المريض، وعلى اساسه نحن بنشتغل ان شاء الله. دكتوره غزال شكرا لحضورك اليوم، صباحك هيك جمال ورواء على طول. انت الجمال، تسلمي لي. اهلا وسهلا بحضرتك.